هسه نجي عندنا هنا للنقطة الثالثة. As the bypass factor of the cooling coil increase. أولا شنو هو البايباس فاكتور؟ وحدة وحدة خاف تكون ناسيهن. البايباس فاكتور هو أنه أنت عندك فريجي هاي الفنات اللي هي هاي شنو هي الفنات؟ الفنات هو الشيء اللي يمر عليه جزيئات الهواء حتى تبرد. ذني عبارة عن حدائر يكونن باردات تجي تمر عليها جزيئات الهواء، طبعا هي ناعمات تمر عليها جزيئات الهواء اللي يطخ بالفنات راح تكون تبرد جزيئات الهواء. ايش تتسمى؟ تتسمى كونتاكت فاكتور. اللي ما تطخن تتسمى باي باس فاكتور. هاي عرفناها. الكولن كويل شنو الكويل؟ هو هذا هو الشيء اللي قاعد يطخ بيه الجزيئات وذني الامور حتى تبرد الجزيئات، وهذا هو يتسمى كويل. هم زين عندك شنو اللي يقول لك؟ هو يقول لك الباي باس فاكتور قيمته راح تكون تزيد بالكولن كويل إذا كان the temperature difference between air and the outlet of the coil and coil ADP decrease، اللي هي إذا كانت فرق درجات الحرارة ما بين الـ outlet المنطقة الخارجية وما بين الـ ADP راح تكون قليلة. طبعا أولا قانون الباي باس فاكتور شنو هو؟ الفرق ما بين درجات الحرارة ما بين الروم والسبلاي لـ ADP، يعني هو موجود أكو فد قانون اللي هو TADP ناقصا T-supply أعتقد على TADP ناقصا T-room، يمكن أعتقد يجي كان القانون، بس هو فرق درجات الحرارة ما بين هاي وهاي بغض النظر عن أنه القانون صح تقدر تتأكد منه من الملزمة. هو فرق درجات الحرارة يعني شنو؟ يعني معناها إذا نقول الثانية يجي أقول لك 5 ناقص 3 2 10 ناقص 5 5 أكيد الخمسة أكبر من الاثنين. فبهاي الحالة شنو؟ أنه أنا فرق درجات الحرارة إذا يكبر البايباس فاكتور راح يزيد راح يكبر، إذا فرق درجات الحرارة قل البايباس فاكتور راح يقل. يعني شنو؟ يعني معناها هاي تقل هاي تقل المفروض، هاي تزيد هاي تزيد المفروض، بس هو ايش كاتب لك؟ هاي تقل هاي تزيد، إذا هاي الجملة فولس خلصنا من هاي. النقطة الثانية بي the bypass factor of the coil increase as the velocity of air through the coil increase. طبعا أولا هاي النقطة غلط، المفروض يراد لها تصحيح. أولا هذا مو bypass factor، هذا contact factor، فهاي غلطة من الدكتور. Of the coil increase، هنا المفروض أنه the contact factor الجزيئات اللي تلامس راح تكون تزيد إذا أزيد السرعة مالت الكويل، يعني إذا زيدت السرعة. طبعا هذا الشيء أكيد true هاي النقطة، لهون هو مخليها true، فالمفروض هاي يصير contact factor. إذا ما يخليها contact factor فراح يصير ترى false. المهم هاي شنو الشغلة؟ يعني أنت بدل ما كنت تدخل مليار جزيئة بالثانية راح تقوم تدخل مليارين جزيئة بالثانية، فبهاي الحالة أكيد راح جزيئات أكثر تلامس الكويل. زين عندك هنا شنو يقول لك؟ the bypass factor of the coil increase as the fin pitch increase. هنا هاي هم غلط، هاي المفروض تصير contact factor مو bypass factor إذا يكون يريدها صح. شو يقول لك؟ يقول لك قيمة مالت مال الكونتاكت فاكتور راح تكون تزيد إذا أنا أزيد الفن pitch increase، اللي هي شنو؟ اللي هي إنه أول شيء شنو هي الفن؟ إن ذني الفنات اللي موجودات. شنو هو البيتش؟ هو تساوي المسافات اللي موجودات بيناتهم وحداتهم بالإنج اللي تكون تصير. يعني شنو؟ يعني بدل ما إنه أنا هذني ثلاثة وهذني أربعة، إيش راح أسوي؟ راح أزيد هاي وأسويها خمسة وهاي أسويها ستة. هنا شنو؟ هاي أزيدها مثلاً اثنين من هنا، صارت أدي زادت عدد الفنات، فراح تنحصر المسافة تصير أصغر، فمن تفوت الجزيئة مال الهواء راح تنحصر بمكان صغير، فبتطخ الكويل، فبهاي الحالة راح تكون تبرد، فإذا الكونتاكت فاكتور راح يكون يزيد مو البايباس فاكتور. هنا شنو؟ هنا the bypass factor of the coil decrease as the number of rows in the flow direction increase. يعني شنو معناها؟ يعني معناها طبعا بالمناسبة هنا أنا من جهة زيدتها، ترى أنا ما زيدتها بنفس المكان، لا، يعني أنا هسه مثلا عندي فدكت معين هيك، شو سويت أنا؟ حطيت هنا مثلا خلينا نقول فن بيتش فناية واحدة مثلا، وهنا فن وهنا فن وهنا فن بمكانات متباعدة، لكل انج هيك وضعت، كل كم انج هيك وضعت. زين أما أنا جدي يقول لك أنا أزيد عدد الصفوف مالت الفنات، يعني هاي اللي هي هاي الزيادة اللي تكون من أنا، هاي أنا من قاعد أزيدها تزيد تقل قيمة الباي باس فاكتور لين ديسكريز، تقل قيمة الباي باس فاكتور، فإذا هاي النقطة هم بتكون ترو. هسه نجي عندنا هنا للنقطة الرابعة اللي هي شو يقول لك؟ during cooling and humidification process the enthalpy of air decrease. طبعا هذا الشيء أول شيء طبعا راح أشرحه على مثل السايكومتريك حتى تكون تفهم الكلام مالته. أول شيء شنو؟ هسه إحنا عندنا خلينا نقول هسه هذا الشكل مالت السايكومتريك. زين وعندك شنو؟ عندك هنا نهاية اللي هي الهيتينج، وهنا عندك الكولينج، وعندك هنا الدي هيوميديفيكيشن، وهنا عندك الهيوميديفيكيشن. زين هنا شنو عندك؟ اول شيء عندي اني هسه درجات حراره، عندي هاي العدلات درجات الحراره اللي هي الدراي بالب
وعندك شنو؟ عندك الخطوط المائلة اللي هي شنو؟ اللي هي الويت بالب تمبرتشر، وعندك شنو بعد؟ عندك ذني الخطوط اللي موجودات على اليمين اللي هي هاي تمثل ال W اللي هي المحتوى الرطوبي عندك اللي موجود، وعندك هذا الخط اللي يمثل ال H. زين، عندك شنو اللي راح يصير هسه؟ شنو اللي يكون يعتمد عليه الانثالبي؟ الا هي درجات الحرارة اللي موجودات؟ لا، مو فقط درجات الحرارة، يعني اني هسه اذا رحت لليمين ورحت لليسار المحتوى مال الانثالبي ما راح يكون الا ذاك التأثر بالشي. ليش؟ لان اني دا اسوي فقط heating او cooling، اني يحتاج ليكون اصعد فوق او انزل جوا، يعني اسوي له humidification او dehumidification. شنو يا خاصية هذه تعتمد عليه الانثالبي؟ تعتمد على خاصية ال W. اني بهاي الحالة شنو؟ انه اني اذا كنت هنا مثلا خلينا نقول ونزلت لي جوا، ايش راح يصير؟ يعني راح اني امشي من هنا راح يتقاطع لي ويا خط من الخطوط خلينا نقول مالت الويت بالب، فمن يجي يتقاطع راح اكون اوصله هنا. هسه هنا انت ممكن انه اني اخلي مثلا الدبليو ثابت، فشي يصير؟ الانثالبي راح يظل ثابت، اتلاعب بدرجة الحرارة اجيبها منا واديها منا بكيفي. هنا انه اني ما اذا اروح يمين ويسار ما راح يتأثر الانثالبي، راح يكون ثابت. زين، اذا اني المحتوى مالت ال W قل نزل لي جوا، ايش راح يصير؟ راح يمشي يمشي يمشي، فمثلا خلينا نقول تقاطع ويا هاي فراح يصير هيك. اذا ايش صار بالمحتوى؟ قل. او ممكن شنو؟ احيانا ال W يكون يصير عالي فيجيني من هنا فد خط معين ومن هنا يجي يتقاطع، فاني ايش راح اسوي؟ راح اجي اقرا الانثالبي، راح تكون القيمه مالته زادت عن القيمه اللي كانت موجوده. فحسب لكل مره لها حالتها. فهنا شنو؟ مره قايل لك انه يكون يقل، ومره قايل لك انه يكون يزيد، ومره يقول لك remains constant، ومرة شي يقول لك؟ يقول لك the enthalpy of air may increase or decrease or remain constant depending upon the temperature of wet surface. طبعا هاي تعتمد على wet surface شنو اللي هي عندك صايرة W. فإذا الاختيار الصحيح منه هو هذا الاختيار. ليش؟ يعني احنا القيمة ممكن تزيد مال W وممكن تقل وممكن تكون تبقى ثابتة بمكانها، يعني هو مو شرط فشي ثابت يعني يصير. فبهاي الحالة تتغير على أساس القيم مالت H. فهاي بالنسبة للنقطة الرابعة.